أهلاً المشاهدي الكرام، مشاهدي ألفا سباس، ضمن برنامج ضيف وقضية. قضية هذا الأسبوع التي سوف نتناولها بالدرس تتعلق بالمسألة الثقافية وبالشأن الثقافي. الملاحظ هو أنه كمعاهد المغاربة خلال أشهر رمضان الفائتة يكون هناك نوع من النشاط الثقافي، خصوصا ما بعد الإفطار، وأيضا رواج ثقافي تلفزيونيا وأيضا على مختلف المنابر الإعلامية. في رمضان الحالي نلاحظ نوع من التكلس الثقافي، نوع من الركود الثقافي، وأيضا سوف نناقش ضمن هذا البرنامج مع ضيفنا الأستاذ بن دحمان، عضو المرصد المغربي للثقافة، عدد من الأمور، وخصوصا المطلب الذي دبجوه خلال البلاغ الأخير، وهو مطالبتهم برحيل وزير الثقافة. كل هذه المواضيع سوف نناقشها مع ضيفنا الكريم أستاذ بن دحمان. أستاذ بن دحمان، أهلا وسهلا، مرحبا بك. طيب أستاذ بن دحمان، مرة أخرى أهلا وسهلا، مرحبا بك في أنفاس بريس. نناقش معك وأنت عضو المرصد المغربي للثقافة أستاذ بن دحمان، الهم الثقافي ثم هذه المسألة الثقافية. أول سؤال، بما أننا في شهر رمضان، يعني الملاحظ هو أنه خلال هذه الفترة الأخيرة من شهر رمضان غابت عنا عدد من الأنشطة الإشعاعية الثقافية في المغرب ككل، لماذا هذا الغياب للشأن الثقافي في رمضان؟ شكرا سي منير على الاستضافة، ومن خلالكم موقع أنفاس. قبل أن أجيب عن هذا السؤال، نترحم جميعا على روح الأستاذ أحمد جواد الذي غادرنا في ظروف أقل ما يقال عنها تراجيدية مأساوية جدا، ولا يمكن إلا أن تحرك الضمائر التي قد تكون في غفوة أو ما شابه ذلك. وهذا الشهر المبارك عادة في تاريخ المغرب، تاريخ القريب، كان إطارا للحركية الثقافية. كان من المعروف أن الندوات واللقاءات وغير ذلك، رمضان هو جزء من الزمن المنشط لهذا الجانب، لكن هذه السنة يبدو أن الأمر أصبح خافتا بشكل كبير جدا. طبعا إذا أردنا أن نبحث عن الأسباب، البعض قد يعلل ذلك بتبعات كورونا وبأشياء من هذا القبيل، بمعنى السكون الذي مورس خلال تلك الجائحة استمر، أي أنه رسخ عادات سلبية وغير ذلك، ولكن لا يبدو لي أن الأمر هو وفق هذه الصورة. أنا أعتقد أنه جزء من المشهد العام، المشهد الثقافي العام، الذي هو مشهد بئيس وكئيب، وكل العبارات التي يمكن أن تستخدم في إطار توصيف هذه الحركية. غياب سياسة ثقافية واضحة، غياب مشروع ثقافي واضح، كل هذا انعكس سلبا على الرغبة، إذا شئنا الحافز، في خلق نشاط ثقافي. لكن في ظل هذا الجو الثقافي الكئيب كما سميت أستاذ الرحمن، ما الذي يمنع نساء ورجال الثقافة من تنظيم ملتقيات، إلقاءات شعرية، ندوات؟ يعني واش هو الجو العام كما قلت كئيب، خصوصا احنا كنتكلموا على المسألة الاجتماعية حتى هي تلقي بظلالها على المواطن المغربي، أما هذا شنو بالضبط اللي وقع؟ المفروض سي منير أن المثقف يعني ليس هو الجهة التي تنظم الأنشطة. مفروض معناه له اهتمامات أخرى، له معناه حتى يكون هناك صفاء ذهني للتفكير ولممارسة الثقافة بمعناها الحقيقي، يفترض أن لا ينشغل بجوانب أخرى هي من اختصاص جهات أخرى، من اختصاص وزارة الثقافة، من اختصاصات المندوبيات الجهوية، من اختصاصات المجالس، من اختصاصات كل الإطارات الفاعلة في محيط جهوي أو محلي أو وطني بشكل عام. وإذا هذا جزء من السبب، هذا الجزء الظاهر، ولكن أعتقد أن هناك جزء آخر، وهو أن الحركية الفكرية والثقافية بشكل عام أصيبت ب، أبحث عن عبارة غير خادشة للمعنى العام، يعني أصبح أكثر تكلس، وهذا التكلس انعكس حتى على مواقف
المثقف الذي لن يعذر هو أيضا بالمناسبة، لن يعذر، أنا لا أبحث له عن أعذار، ولكن أقول المفروض هو هذا في كل بقاع العالم المثقف، وليس ذلك الشخص الذي يقوم بكل الأعمال، لأنه كما نقول في الدارجة المغربية، إلا بغيتي الوادي ضعف كتر له السواقي، إلا بغيتي الوادي ضعف كتر له السواقي، بمعنى أن المثقف إذا تحول إلى منظم ومنشط وكذا 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 ستذهب الثقافة بعضا من ذلك. يفترض على أنه التلفزيون هو ناقل للثقافة، الملاحظة أنه في الإنتاجات الأخيرة في هذا شهر رمضان يغلب عليه نوع من الفرجة فقط، ما إلى أي حد أنت كمثقف وأيضا كأستاذ التعليم العالي تقيم ثقافيا هذه الإنتاجات الرمضانية؟ توصيفك سي منير سليم جدا، لأنه الممارسة الإعلامية بمعناها التلفزي هي تميل أكثر إلى الترفيه، وإذا أردت أن أستعمل عبارة صحيحة وسليمة جدا أقول التفاهة، هناك نظام تفاهة على غرار الكتاب، نعم هناك نظام تفاهة يراد له أن، وأنا أستخدمها في المبنية هكذا المجهول، يراد له أن يعمم وأن يصبح هو السائد، ثقافة الميوعة، ثقافة سطحية، ثقافة السخرية غير 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 المبنية على أسس، لأن حتى السخرية وحتى الأشياء التي تقدم في هذه الفترات في هذا الشهر المبارك حتى السخرية لها قواعد، نعرف أن السخرية ليست مجرد ضحك على الدقون، ليست مجرد استهزاء، السخرية هي بناء فني له مواصفات وله شروط، وأنا أعتقد أن التلفزة المغربية بشكل عام جميع القنوات العمومية يعني لا أقول لا تمتلك، ولكن هي تمتلك تصورا سلبيا للثقافة، ولهذا لاحظ حتى البرامج الثقافية التي تقدم على قلتها لا تقدم في أوقات الذروة، تقدم في أوقات متأخرة أو في أيام تكون فيها المشاهدة قليلة وغير ذلك، فإذا لا توجد يعني البرامج التي إذا قصدت بالبرامج البرامج الثقافية هي أكثر من بسيطة، أكثر من تافهة. أنا أتساءل دائما كيف يمكن للإنسان أن ينتج إبداعا فنيا راقيا في غياب التعاون، ولا أسمي تعاون فقط، مع مثقفين متخصصين. طيب أستاذ نحمل، ملي كنتكلموا على المثقف، طيب شحال المثقف ابن بيئته، والفرض أنه يكون مرتبطا بهواجس وهموم المواطنين. المواطن المغربي الآن مغيب عن النقاش السياسي والنقاش الاجتماعي، خصوصا في الفترة دي الغلاء، ما الذي يجري للمثقف المغربي؟ هل هو غائب أم مغيب؟ صفتان معا سليمتان، غائب ومغيب، وأنا سأشرح لماذا. غائب لأنه هناك جو من عدم الثقة، جو من الخوف، جو من انتهازية أيضا التي أصبحت تطبع سلوك الكثيرين الذين قد يطمعون في فتات ما، وأنا لا أسمي هنا ولكن أتكلم بصفة عامة. هذه أسباب أساسية جعلته غائبا، بمعنى غائب بالإرادة، هذا ما فهمته من سؤالك، أصبح يفضل صفة الخبير على صفة المثقف. لماذا؟ لأن الخبير يعتبرونه تقنيا، يتكلم في أرقام ويتكلم ولا ينطق الأرقام، لا يؤولها، لا يبحث عنها، عوض المثقف الذي عرف بأنه نقدي ليس بالمعنى السلبي الذي لا، ولكن الذي له قراءة نقدية، له وصف وله تحليل وله رؤية، نعم، ويربط ما سبق بما كذا ويستشرف، هذا هو المثقف، وليس تابعا لأي جهة، ليس تابعا لأي جهة. هذه جزء من أسباب المغيب، لأن الشأن الثقافي في المغرب أصبح بدون أفق، بدون مشروع، على الأقل في فترة من الفترات كان عندنا وزراء لهم رؤية ثقافية، حيل مثلا على الأشعري
رجل مثقف يعرف الثقافة جيدا، يعرف كذا، وأحيل حتى في البداية على بوحنيني مثلا. سياسيا أيضا، سياسيا أيضا، لأنك سألتي عن مغيب، سياسيا أيضا هناك مشكل. في وقت من الأوقات كان منظر الأحزاب السياسية مثقفون، علا الفاسي مثلا، الحسن الوزان مثلا، وآخرون. والتنظير يكون في جميع المجالات تقريبا، طبعا لا يقتصر فقط على الهم الثقافي أو المسألة الثقافية. صحيح، أنا أقصد أنه الذي يمارس الشأن السياسي هو مثقف، مثقف فعلا، بمعنى له رؤية، له خلفية، له مرجعية. اختلفنا مع من اختلف، هذه الديمقراطية، من حقه أن يقتنع بما يريد، ولكن على الأقل له مشروع ثقافي. اليوم أنت تعرف واقع الحال، الجابري مثلا، هل أنا قلتها دائما وأكررها، هل يوجد في أحزابنا اليوم من يشبه الجابري؟ هل يوجد؟ والجابري مجرد مثال، هناك آخرون، عزيز بلال مثلا وغير ذلك. ولهذا أصبح الشأن السياسي ينفر من المثقف، لأنه مهدار، مهدار، ولأنه لا يعجبه العجب في رجب، ولا كما يقولون. هذه الرؤية التي رسمت في الأذهان على المثقف وهي غير صحيحة، لأن جزء كبير من مشاكلنا، الجزء الأكبر ربما قد نتكلم عن ذلك لاحقا، من قضايانا هي قضايا ثقافية، وحلها لا يمكن أن يكون إلا ثقافيا. أيضا عندما نتكلم عن التغييب وعلى الغياب، نتكلم عن الإطارات الموجهة أو المحتضنة للثقافة والمثقفين. نستحضر اتحاد كتاب المغرب، نستحضر اتحاد كتاب المغرب، ونتأسف على وضعه ومآله، وكي تتحول المشكلة إلى مشكل تنظيمي، إلى مشكل استمرار مطلق في الحضور على مستوى هذه المؤسسة في اتحاد كتاب المغرب، الذي كان يعتبر قاطرة للديمقراطية في المغرب، وكان يعتبر واجهة مستقلة وواجهة لها جرأة الموقف وجرأة القرار وجرأة كذا. ولهذا أعود إلى السؤال الأول الذي تفضلت بطرحه سي منير، وأقول المثقف ينبغي ألا ينشغل بقضايا أخرى. عندما ينشغل بقضايا أخرى فإن الثقافة تضيع، واتحاد كتاب المغرب يتحمل جزء من المسؤولية. مثال الوادي اللي قلت عليه الذي يتحمل جزء من المسؤولية في هذا الباب. نعم، ملي كنتكلموا يعني على الشأن الثقافي، نفرضوا أنه سياسة ثقافية، وكل سياسة ثقافية عندها حكومة، عندها وزير. نشوف في خلال يعني المرصد المغرب للثقافة، أصدرتم عددا من البلاغات تنددون وتستنكرون، بل وتطالبون أيضا برحيل وزير الثقافة. إلى هذا الحد وصل المطلب ديال المثقفين أنه وزير الثقافة يرحل، لماذا؟ أولا، المرصد المغربي للثقافة ليس إطارا جديدا، هذا المرصد أسس في 2010 بمعنى الآن بلغ ما يفوق من الزمن، وكانت له دائما مواقف موضوعية، وأنا أسطر على كلمة موضوعية، بمعنى الأمور الذاتية والشخصية هنا غير مطروحة، ليس المقصود شخص، ولكن المقصود سياسة تدبيرية معينة. ومن حقنا بوصفنا نمارس الثقافة، قيل أقول توصيفا آخر، أن تكون لنا، أن يكون لنا رأي وموقف. هذه المواقف التي صدرت عن المرصد لم تأتي اعتباطا، بل صدرت بناء على مؤشرات، لأنه كما تلاحظ حتى التسمية هي مرصد، ونحن نعرف بأن المرصد يشتغل بمؤشرات ولا يشتغل هكذا بالمواقف المزاجية. لم نجد خلال منذ تعيين سيد الوزير في هذا المنصب، يعني في أكتوبر 2021، الآن حنا ندخلوا في السنة 21، هنا راه السنة الثانية، لم نجد مؤشرا إيجابيا. كل ما وجدناه هو حديث عن أرقام يتم النفخ فيها، وأنا ذكرت قبل قليل الخبراء وما يفعلونه المهللون وليس المحللين كما أسميهم شخصيا، يهللون لكل شيء وينفخون في الأرقام وغير ذلك. لكن السياسة
تدبيرية لوزارة الثقافة، المؤاخذات عليها هي ليست من قبل المرصد فقط، هي من قبل كل المثقفين الشرفاء، وأنا أصطر على كلمة الشرفاء، الذين لا يبحثون عن أي شيء ذاتي وفردي، هم يريدون خدمة الثقافة المغربية وإرجاع هذه الثقافة إلى صورتها البهية التي كانت عليها من قبل. أولا كي أحدد بدقة بعض المعطيات وليس كل المعطيات، أولا لا يوجد مشروع ثقافي لدى وزارة الثقافة، وعلامة ذلك كثيرة جدا، أبسطها أن كل حركة تقوم بها هذه الوزارة يتلوها احتجاج ما، لأن المرصد دوره هو هذا، وأنه يرصد الحركية الثقافية في المغرب، وسيصدر تقريرا عندما يحين وقت ذلك بمؤشرات علمية مضبوطة ومحددة. فإذا قلت كل حركية تقوم بها الوزارة إلا وتتلوها حتى الممارسات التي تتم فيها جزء من 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 الترفيه الذي ذكرت عن ثقافة الترفيه فرجة، أنت تعرف الحكايات التي وكبت البولبار والتي وكبت أنشطة معينة والأسماء التي تستدعى وما أثارته من ضجة في المغرب، وآخر شيء هو هذا الإحراق للجسد الذي عبر عنه برمزية كبيرة وبسلوك يعني دامي نعم المرحوم أحمد جواد، وأمام وزارة الثقافة، بمعنى خشبة المسرح كانت هي وزارة الثقافة. شيء آخر هو أن الدستور المغربي اليوم لأول مرة ربما نحن أمام دستور ثقافي عكس الممارسة الثقافية، بمعنى ما نقوله هو أن الممارسات الوزارية هي نقيض حتى للدستور نفسه. إذا أردت أن أقدم بعض الأدلة، يمكن في ديباجة الدستور المغربي، ديباجة التصدير كما يسمى، سنجد حديثا طويلا عن أشياء هي ثقافية، حتى عن الهوية، عن مكونات هذه الهوية، نتحدث عن الهوية المشيدة وليست الهوية، بمعنى الأصل هو أصل ثقافي. هناك فصل الذي هو الفصل 26 يتكلم عن الدعم، ويعتبر بأن المؤسسة العمومية عليها أن يتكلم عن الحكامة، يتكلم عن مفاهيم هي كل هذا الطبيعة الثقافية. ما تمارسه الوزارة هو خارج هذا النطاق، وربما قرصنت، ونحن نستخدم هذا التوصيف في بلاغاتنا وبياناتنا، قرصنت المعرض الدولي للكتاب هي تتويج لكل هذا. هناك نوع من العبث في هذا السلوك الذي تم دون مسوق، يعني دون تعليل موضوعي. في السنة الماضية كان الحديث على أن الرباط هي عاصمة الثقافة، فيها نحن مع كل جهات المغرب، كل جهات المغرب واحدة، ولكن لماذا تحويل معرض ناجح بقاعة، وربما سيمونير القاعة الوحيدة من حيث العرض في العالم، أقول ربما قد تكون هناك قاعة في بلد ما لا أعرف، ولكن ما أعرفه هو أنها بدون سواري، بدون سواري حجمها، بدون سواري تحجب الرؤية. شكل المعرض الدولي بين قوسين الرباط، أنت تعرف كيف تم في السنة الماضية شكله، وإلى أمور أخرى لا نريد أن نخوض فيها الآن، وقد يأتي زمان. وحتى يعني المعارض عالميا، معارض في مختلف الأجناس تعرف بمدنها، نعم، فرضوا أن معرض جديد الدار البيضاء يبقى للدار البيضاء، ممكن يعني إنشاء أو يعني تنظيم معارض جهوية بمدن أخرى المغرب كله. صحيح صحيح، هذا شيء أيضا كنا قد دعونا إليه، وأن هذا المعرض، معرض الدار البيضاء، ينبغي أن يبقى لأنه ترسخ. نعم. إضافة إلى أن مدينة الدار البيضاء هي عكس ما يعتقد الناس، هي مدينة ثقافة بامتياز، هي تضم أكبر مكتبة في الغرب الإسلامي، مكتبة آل سعود، هي تضم أهم دور النشر، هي فيها حي بأكمله، هو حي للثقافة، حي الأحباس والمكتبات وكذا، وهي تجربة فريدة حتى في العالم العربي، فيها أهم المقاولات الإعلامية. إذن الدار البيضاء هي مدينة ثقافة في الأصل، فإذا كل هذه الأمور وأخرى
تبين شنو أن هناك حاجة. باقي الإخفاقات اللي قام بها الوزير حتى نطالبه بالرحيل. إخفاقاته كثيرة الأخ الكريم، لعل أبسط هذه الإخفاقات هي الاهتمام بثقافة الترفيه، وسلوك المرحوم أحمد جواد هو التتويج كما قلت لي كل هذه الأشياء. عدم الشفافية على مستوى الدعم، الدعم يفترض أن يكون شفافا، أن يكون شفافا بمعنى أن يخضع لأسس الحكامة التي هي شرط من شروط الدستور. أيضا غياب تفعيل الديمقراطية التشاركية التي يبدأ دستوري. الديمقراطية التشاركية ماذا تقتضي؟ تقتضي أن الاستشارة مع المعنيين بالأمر، مع المثقفين، مع تكون، ولكن القرار بمعنى ما نقوله نحن هو أن مسار القرار مساره تشاركي والقرار هو للمسؤول. طبعاً. ولكن ينبغي هذه أشياء تتم. نحن مثلا في المرصد ننادي بالحوار منذ أكثر من 4 أشهر على الأقل في حقبة السيد الوزير. نعم. طيب أستاذ تحمان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا وأنت عضو المرصد المغربي للثقافة والأستاذ التعليم العالي. شكرا جزيلا على هذه الإضاءات. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك.